نزار تعال عندي. سيلين بنتي، أنا ماني واحد غريب. أنا أبوكي. بابا؟ يا رب تمضي على خير. عن جد هذا أنت بابا؟ بابا روقي ولا تنفعلي، خليكي هادية قدامهم. طيب بابا ماشي. بابا عزيز، رفيقي القديم، شو ما بدك ترحب بحماك ولا متفاجئ؟ أيام العسكرية بعرفهم منيح، انخدعت بهالناس بصراحة، كنت مفكرهم رفقات عن جد بس ما طلعوا هيك، كان أغلبهم متورط بقصص التهريب وبشغلات تانية حقيرة أكبر من اللي كنت بتوقعه بكتير. بعد سنتين رجعت شفتهم وعرضوا علي اشتغل معهم، بصراحة كتير خفت لأنه مصاريهم حرام. بس بالأخير خلصت من هالجماعة، والمفاجأة الكبيرة إنه كل شي عملوه هن اتهموني فيه إلي أنا. شو هالناس؟ ما في عنده ضمير؟ لا ما في ضمير، ومو بس هذا اللي صار معي. أنا كنت مستضيفهم ببيتي لكم يوم وبيعرفوا كل شي عني طبعا. المهم كل شي حملوني يا إلي بالأخير. معقول ما قدرت تثبت انك بريء؟ ما قدرت، كتير حاولت والله. هدول ناس ما بيخافوا الله، الله لا يجمعنا باللي مثلهم. آمين. آمين. بس القصة الحقيقية عزيز هو بيعرفها.
شو هي القصة؟ مو هلا. عزيز ما بده يعني يقول. بس ما لازم يضل بيناتنا شي مخبى مو هيك؟ عثمان. يا الله دخيلك، شو عم يصير يا ربي؟ أنا بسبب العزيز الكان خلصت من إيديهم لهالحقيرين. عزيز هو أنقذني. هربني على فرنسا. لولا أنا هلأ ما كان إلي وجود ومحى اسمي. يعني سلطة عزيز ألكان وصلت لعندك؟ ايه طبعا. انتو لهلأ ما بتعرفوا مثلي. ايده طايلة. وبعدين؟ وبعدين بعدين التقيت صدفة بأمك وحب هنا بعض كتير يا بنتي. وبعدين انت خلقتي. بس حضرتك ما كنت بفرنسا، يعني حسب ما فهمت من سيلين. ايه لانه انا بفرنسا خبروني بوفاته لابي. اه مع اني كنت هربان بس كان لازم ارجع، ما كان عندي حل تاني. اجيت، قصدي رجعت. بس قبل ما الحق اصل على جنازه مسكت دغري كانت عم تستناني الشرطه. ايه ده خلقنا، خلينا نقوم نقعد برا. انا وقت مسكوني قلت مستحيل اني انفض. عزيز بيك رجع وانقذني، بس هالمره ما رحت على فرنسا. طبعا لما انضاف جرم الفرار على جرائمي حكمت علي المحكمة غيابي مؤبد مع أشغال شاقة. لهيك كان مستحيل أرجع أعيش بشكل طبيعي. ضليت هربان بعيد عن أولادي وعن مرتي. وعن كل حياتي. بس أنا حدا منيح. بدي تعرفوا هالشي. بعدت عنكم غصب عني. نزار سامحني، كنت مجبورة والله غصبا عني. سيلين اعملي شو ما بدك، ما بقى تهميني لا هلا ولا بعدين. انت حرة بتصرفاتك، بس اصحك تقربي مني مرة تانية. اصحك.
عزيز، نشفت لك دمك؟ آه؟ معقول هيك يكون استقبالك لرفيقك؟ ما اشتقت لي يعني؟ تعا اقعد عزيز، تعا يلا، خلي عيوني تشبع من شوفتك. شو ما بدك تجي؟ لا تخاف، أنا ماني شبح صدقني. هي إرادة الله، إيه اللي إله عمر ما بتقتله شدة. وبعدين معقول موت وأترك رفيقي عايش؟ ليش إجيت؟ قصدك انه ليش ما متت؟ ها؟ ليش اجيت؟ والله شوقي لاولادي هو اللي جابني يا عزيز. ايه 25 سنة ما أنا سهلة. بعدين عندي قصص المفروض اني احكيها. واذا متت بدون ما فيش خلقي، روحي ما بترتاح ابدا. لسه ما خلصت مسرحيتك؟ رفقاتك تبع الجيش، الخيانة وهالقصص، ضل شي ما حكيته؟ ما بعرف والله، يمكن قول لنزار عن أبو مصطفى، بظن صار لازم يعرف الحقيقة. لازم يقتنع منك. اترك مصطفى بحاله، اللي فيه مكفيه. وضع مرته كتير سيء، عم يشتغل ليل نهار بالمطبعة لحتى يقدر يسدد مصاريف المشفى. يعني زلمة معتر، مو معقول يقبل يشتغل معنا. لأنه زلمة معتر رح يشتغل. ليكو، شلونكن يا شباب؟ أهلا وسهلا مصطفى. أهلين وسهلين. خير إن شاء الله، ليش بعتين وراي بهالوقت؟ أكيد خير. كيف صارت مرتك؟ إن شاء الله أحسن. ماشي حالها، هون علاجها صعب. الله يكون بعونك. اللي قدران تدبر حالك مصطفى؟ الحالة مستورة والله بيرزق من عنده. ونعم بالله، هو الرزاق، وإن شاء الله بتشفى. بس ما لازمك مصاري مصطفى؟ يعني لبين ما أمورك تمشي، مبلغ صغير بيساعدك شوي هالفترة. والناس لبعضها مصطفى. لوين بدك تصل؟ وليش عم تقدموا لي كل هالشي؟ بدنا منك شغلة، وإذا عملتها كلنا رح نعيش بنعيم. شغلة شو؟ أنت يا بضاي، نحن سألنا عنك والكل مدح لنا فيك، لازمني رجال مثلك. بدي أعرف بالأول شو طبيعة الشغل معكم. بدنا نزور مصاري، وبتلزمنا خبرتك، يعني إذا بتوافق رح نقبر الفقر. عثمان، اسمعني مصطفى، انت مسؤول عن عيلة ولازم توافق. الموضوع كتير بسيط وما بده تفكير. انا مو خرج هاي الشغلة ابدا، وياريت ما بقى تفرجوني خلقتكن. مصطفى، انت ما لازم تفكر بأنانية، تذكر مرتك المريضة قبل ما تقول لا.
وانت قلت لي انه ابي وابوك من زمان كانوا رفقات كتير، مو هيك؟ مزبوط، كتير كانوا رفقات. اني زار بيك. صادق، انت شو عم تعمل هون؟ جاي امينة، فوتي لجوا. طيب صادق، شوف مرتك شو بدها. ماشي. انا قلت لك الحمد لله على السلامة؟ لا والله ما قلت لك. شلون هيك؟ ما تواخذني، الحمد لله انه مضت على خير، والله قدرت تطلع منها. اللي عن شو عم تحكي عثمان؟ معقول ما فهمت قصدي؟ مين قتل فواز يا عزيز؟ ما بتعرف؟ ما معك حق انك تنسى هالقصة. هالقصة هي ما بتنتسى، لانه ما صار لزمان صايرة وطالعت حالك منها مثل الشعرة من العجين. مع انه اجت الشرطة واخدتك من هون وبتت ليلة بالسجن، ومع ذلك طلعت ولا كأنه برقبتك في قتيل. فواز كان ايدك اليمين يا عزيز، بس انت ما عندك حدا غالي مين ما كان يكون. لك لوين بدك توصل؟ نحن رفقات من زمان وما فينا ننسى الماضي بسهولة. شو بدك مني بالضبط؟ يعني شو بدي يكون بدي منك؟ كنا عم نحكي عن الماضي وتأثرت شوي. الله يرحمك يا فواز يا أبو كعب. عزيز بيك، ممكن تتفضل معنا لو سمحت؟ شو السبب؟ متهم بقتل فواز شاكر. فيني فوت؟ طبعا معلش، دخل نزار. اهلا وسهلا فيك يا عثمان بيك. معقول نزار ناديلي عمي؟ انا وابوك كنا كتير صحاب. انا جاي لحتى اقول لك مبروك مره تانية. شكرا. ما بدي عطلك كتير، حضرتك هون رح شوفك اكيد. رح خليك هلا تعيد الذكريات وكل الاوقات الحلوه. نزار، شو لوين رايح؟ بدي اشوف امير. انا عم غار من امير كتير، عم تشوفه اكتر مني. بتغاري علي؟ حتى من الهوى. واذا بيمرق يوم وما بشوفك بحس حالي عم موت. المفروض تعرف هالشي من غير ما اقول. كنت عم دور عليك لأني حسيت حالي مخنوقة جوا. من وقت ما شفت سيلين وهي عم تستقبل أبوها اللي مفكرته ميت من سنين، تمنيت لو كمان ترجع لي أمي مثل ما رجع أبوها لسيلين. عزيز بيك، ممكن يعوضك عن كل الناس. طبعاً عوضني، ما قصر أبداً. بابا بده يحب هديتي أنا. ليش ما بتعرف إنه بابا بيحب كل الهدايا؟ لا، هلأ بتشوفي. نزار قلي أنت ليش جبت هديتين؟ هيك يعني بتحب بابا أكثر مننا؟ لا، بلا ما تعطي هديتك، هذا أبونا نحن. أبونا وأبو لنزار كمان. كتي خلي يعطي لي هدية لأبوه. ولا يهمك، مو مشكلة. الهدية الثانية بدك تعطيها لأبوك؟ خبيها بأوضتك لما يجي بتعطيها. يلا تعا خلينا نعطي الهدايا لبابا، أصلا بابا بيحبك أكثر ما بيحبنا.
طيب حياتي، خلص لك انسهار مع رفياك. انتو شو عم تعملوا؟ سيلين شو الموضوع؟ ممكن تفهميني؟ لحد اليوم مفكر بابا ميت وتقبلت الحقيقة، لا اتصل فينا ولا حتى بعت رسائل، حتى أمي ماتت من قهر عليه، وبالأخير وبعد كل هالسنين أبي بيطلع عايش. صادق لو شو ما حكيت انت عندك؟ تركيني من هالحكي الفاضي، مفكرتيني ولد صغير؟ ها؟ حطي حالك محلي، شو بتساوي؟ بتفكري أبوكي ميت بعدين بيطلع عايش ومتخبي؟ والله حسيت حالي عم شوف فيلم هندي. بدي أفهم شو القصة وليش هيك صار. اسمعني، أنا رح أحكي لك كل شيء. يلا خلصيني وأحكي لأفهم. تا عود. من 5 سنين وقت كنت بفرنسا تعرفت هونيك بالصدفة على أبو العثمان. بالبداية وقت شفته ما حبيته، وهو أصلاً كان جاي من تركيا بشغل. وقت حبينا بعض وعدني وقال لي رح أرجع لعندك دغري، ما قدر يجي. هذا اللي صار. أنت ما قلتي لي إنه هالزلمة مات؟ هو ما مات. يا ربي تصبرني. لو سمحت إذا بتريد، هو ما بيعرف إنه عثمان بيكون ابنه من الأساس. والسبب؟ مو وقت هلأ. مو وقت هلأ؟ صادق لو سمحت، مو هذا الموضوع اللي بدي أحكي لك يا. لسه في شي تاني تحكي؟ عم قل لك لو سمحت. خلص روق. لأنه أبو العثمان نزار. نزار؟ نزار بيك؟ كيف يعني؟ اجيتي على هالبيت مشان نزار؟ لا، ما كنت بعرف انه صاره. كتبت كتابك على عزيز، شو رح يصير فيك؟ ما رح يصير شي بنوب، رح اضل على ذمة عزيز. تسمحوا لنا نفوت؟ تحركوا قدامي لشوف، يلا تحركوا بسرعة. لوين؟ لجهنم الحمراء. ايه؟ شو صار لك صادق؟ عيب تعيط عليها هيك. بابا خلينا نشوفه لجدي قبل. لك تحركي لشوف، بعدين بتشوفي لجدك. يلا يلا. في شغلات كتير لازم نحكي فيها يا عزيز، بس إذا بلشت أحكي عمري كله ما بيكفي. معناها بلش، ما عندك وقت كتير. إذا جاي عبالك نتخانق لعيونك، بس أنت مانك عزيز القديم. والله خطيرت. شوف عزيز، المفروض هلأ تبعد عن المشاكل لترتاح. أنا مستحيل ارتاح إلا وقت موت يا عثمان. بقى إذا بدك تخوفني خوفني بشي تاني. أنت ما بتخاف من شي، حتى الموت. أنا متفاجئ إنك حبيت بنتي. بعد حبك الكبير لسعادات، اصحك اصحك تفكر اني مو فهمان عليك منيح شو بدك، لاني بعرفك انت دائما بتحسبها مشان ما تخسر. الا سيلين خليها برات حساباتك. عزيز لا تنسى انها بنتي.
مفهوم؟ على فكرة هي ما بتعرف شيء أبدا، ما دخلها. راجع لك عزيز، بدنا نحكي بكل الأمور اللي بيني وبينك. أنا رايح هلأ، بدي أشوف بنتي قبل ما أمشي. ما بدي اياك تنسى اي شيء ابدا، سجلات الولاده ودفتر العيله وحتى تذكره الباص وكل اوراق بتجيبها، بدي كل شيء بخص فواز. قعدنا انا وعزيز وحكينا شوي. قلت له انه ما بتعرفي شيء بالمره. رح يحس اكيد. لازم نكون دايرين بالنا كثير. بابا لو سمحت قول لصادق ما يحكي شيء لنزار. لا تخافي، ما رح يحكي شيء أبدا. اسمعني شوي بابا، يا ريت تنهي لهاللعبة. سيلين شو عم تقولي؟ أنا بدي كون برات لعبتك. قبلت اتزوج من عزيز حتى ما ينأذى نزار أكتر من هيك. ما عاد فيني خاطر بعد هلأ. سيلين شو صار لك حياتي؟ تعبت بابا. إذا بتريد ما عاد فيني كمل بهالطريق. لا تستنى مني أكتر من هيك. تصبح على خير. شو هالليلة؟ مفاجأة ورا مفاجأة يا جماعة. كأنه تسلينا، ما هيك؟ ايه تسلينا، لأنه بابا معنا وكتب كتابه ورجع أبوه لسيلين. شو بدنا أكتر من هيك؟ ما بعرف، لهلأ حاسة بشي غريب. ليش؟ اليوم صار كل شي بسرعة، وأغرب شي صار كمان بلحظة كتب كتاب سيلين بيظهر أبوه على الخط. شو هو الغريب بالموضوع عمتي؟ وانتي ليش هيك مشغول بالك ومتضايقة هالقد؟ حاولت كون منيحة بس ما قدرت. شو أعمل؟ أخي، أي أوضة بتحب نجهز لك؟ كل شي صار بسرعة وما كان في وقت نحضر الغرف. ما في لزوم، لا تاكلي همي. يلا تصبحوا على خير. تلاقي الخير. تلاقي الخير بابا حبيبي. تلاقي الخير، مع السلامة. يا روحي قديش بحبك. أنا بتسمحوا لي هلأ؟ لوين؟ اللي زمان ما شفت زينة، رايح لعندي. رنيم انت ما خلص شغلك؟ عفوا هيام خانم. كأنه ما عجب الحكي. يلا دير بالك وسوق على مهلك. مع السلامة، سلم لي عليها. وصل. انسى اللي صار وروقي. كلنا منغلط بهالحياة، المهم نحاول نصلح غلطنا. وانت انتبهتي لغلطك وتراجعتي، ولهيك رح اسامحك. يلا حاولي تنامي هلأ، اليوم انت تعبت كتير. شكرا.
أخي نزار لوراء. يعطيك العفو. يسلموا إيديك. شوفي اللي شو رأيك نلعب معه؟